وجوج بنات. المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا متابعي قناة شوف تي في الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. إذن الطريق الوطني رقم 13 الرابطة بين مدينة بوفكران ومدينة الحاجب بوابة الأطلس. إذن من هنا كيبدأ الأطلس. مرحبا بكم جميعا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء. خويا نوفل صافا وعليكم السلام، مرحبا بكم جميعا. اذا بعيدا عن كورونا وبعيدا عن الروتين اليومي، فخليكم معنا نشوفوا الاجواء ديال الطريق ونشوفوا المناظر الطبيعيه بمدينه الحاجب بوابه الاطلس. بلال تحياتي ومودتي. فاتحه حليمه وعليكم السلام. فردوس امين تحياتي ومودتي. اذا كما قلت لكم بعيدا عن كورونا وبعيدا عن ضغط المدينه، بعيدا عن كل الضغوطات، فخليكم معنا نشدوا الطريق مجموعين مشاهدي قناه شوف تي في، نشوفوا الاجواء كي دايره في الطريق ما بين بوفكران والحاجب، وان شاء الله نزيدوا حتى الازرو ان شاء الله. فخليكم معنا من مدينة الحاجب بوابة الأطلس. راشد كي قلنا نقص في السرعة، أنا غادي 80 أخي الكريم. زكريا وعليكم السلام، كيف هي الأجواء؟ الأجواء كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء، الحرارة جد مرتفعة في مدينة الحاجب. تحياتي لكم فاتي. نحن قادمون إلى مدينة الحاجب بوابة الأطلس، ومن هنا يبدأ الأطلس. راك غاية مزيان فردوس، الحمد لله العز خوتي. أنا من مدينة أسفي. زكريا تحياتي لك وتحياتي لساكنة مدينة أسفي، تحياتي العبدة، تحياتي الجميع كيما كنتم. بغيت شي دار الكرام محمد؟ حنا خويا ما كنكريوش الديور هنا للأسف. رشيد طريق سلامة شكرا. صفوان وعليكم السلام، أنا انتقلت للحاجب، مرحبا بك خويا محمد. السلام عليكم ليس سعيد بولحيا بني ملال، شكرا خويا محمد. تحياتي لك خويا سعيد من بني ملال وتحياتي ساكنة مدينة بني ملال. محمد يوسف وعليكم السلام، تحياتي خويا نجار محمد، تحياتي ومودتي. إذا بعيدا عن كورونا، حرارة جد مرتفعة مشاهدي قناة شوف تي في بهذه الجهة، مكناس بوفكران الحاجب فاس أكوراي، يعني هذه الجهة هذه كتعيش واحد الموجة حرارية جد جد مرتفعة. غنبقاو بعيد على كورونا، ما غاديش نهضروا على كورونا في هذا اللايف هذا، فغنعطيو شويه ديال التفاؤل. لقد سئمنا من هذه الحاله الوبائيه التي تعيشها المملكه المغربيه، ان شاء الله في القريب العاجل ستفرج. صدقوني رب الخير لا ياتي الا بالخير. مرسيدس نيميرو التليفون، نيميرو التليفون مرحبا. إذا حنا على الأبواب ديال مدينة الحاجب بوابة الأطلس. خدير توجطات خويا، بغيت نتواصل معاك من توجطات، غادي دير واحد الخير. مرحبا خويا، صيفط ميساج لشوف تي في وقول بأنك في توجطات وهما غادي يعطيوني النمرة ديالك، فمرحبا بك أخي الكريم. فأنا ما نقدرش نعطي النمرة ديالي في اللايف هنا للأسف. مرحبا بك في مدينة الحاجب أبو زياد الخمد، مدينة الحاجب بوابة الأطلس. رشيد وعليكم السلام. إذا كما قلت لكم بعيدا عن كورونا، بعيدا عن ضغط المدينة، بعيدا عن كل الضغوطات، شدوا الطريق جماعة مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء. يعني انتم اللي توحشتوا تسافروا، فاحنا كنسافروا بكم عبر هذا المباشر. حسن وعليكم السلام، ميلود وعليكم السلام، نجيب طريق السلامة شكرا، تحياتي خويا محمد، تحياتي ومودتي. إذا نحن على الأبواب ديال مدينة الحاجب أو بوابة الأطلس كما يحلو لساكنة الأطلس تسميتها
ازول خويا محمد ازول، تحياتي من كازا خويا رشيد، تحياتي ومودتي، فخليكم معنا ايضا غنشدوا الطريق من الحاجب الى مدينه ازرو ان شاء الله. تحياتي من كازا خويا رشيد، تحياتي ليك وتحياتي لساكنه مدينه الدار البيضاء. كمل الطريق الرشيد هي. مرحبا خويا حسن هشام، ميرسي. مرحبا خويا هشام، مرحبا بك في كل ميمة ان شاء الله، لما لا خويا حسن. اذا الاخ الكريم كيقولنا فيها الواتساب مرسيدس، مرحبا مدينة خويا توحشتها، شكرا لهذا المباشر ايماني باش هشام، مرحبا. اذا هذه الغايه من هذا المباشر هذا هو نشدوا الطريق مجموعين مشاهدي قناه شوف تي في الاوفياء. نتوما اللي توحشتوا تسافروا فكنسافروا بكم عبر هذا المباشر ايضا. نتوما اللي ما عمركم جيتوا لمدينه الحاجب فكنوريكم مدينه الحاجب. نتوما اللي ما عمركم ما وصلتوا للاطلس، ها هو الاطلس، ها هي مدينه الحاجب، بوابه الاطلس لكل متابعي قناه شوف تي في الاوفياء. وليد وعليكم السلام، طريق سلامه سعاد، مرحبا بكم في مدينه الحاجب، شكرا اخت سعاد. اذا وصلنا الى مدينه الحاجب، صراحه مدينه الحاجب مدينه جميله جدا بالساكنه ديالها وبالطبيعه ديالها وبالمياه والعيون ديالها. تحياتي ليك خويا من الصويره، تحياتي ليك خويا الركراكي. اذا غادي نكملوا الطريق ديالنا الى مدينه ازرو ان شاء الله. فمرحبا بكم جميعا مره اخرى، عبدو الرموحي تحياتي ومودتي. اذا كما قلت لكم كنتواجدوا بمدينه الحاجب بوابه الاطلس، صراحه مدينه جميله جدا سواء بالناس ديالها او بالجبال ديالها، بالطبيعه ديالها، بالمياه العذبه وبالعيون ديالها ايضا. فمن هذا المنبر كنحيي ساكنات مدينه الحاجب. بالنسبه للاخوان اللي كيدومونديو لي نمره التليفون، فمن الاحسن تراسلوا الصفحه ديالنا سكاي مصطفى، مرحبا بك ايضا في مدينه الحاجب. اذا ما فيها باس تراسلونا على الصفحه ديالنا شوف تي في، فكاينين هناك الزملاء خدامين 24 ساعه على 24 ساعه من اجلكم انتم متابعي قناه شوف تي في الاوفياء. اقترحوا الموضوع ديالكم وخليوا النيميرو ديالكم وغنتواصلوا معكم ان شاء الله في القريب العاجل. اذا حسن كيقولنا الحاجب الحبيبه، مرحبا بك في مدينه الحاجب اخي الكريم، السلام لاباس عليك خويا، تحياتي لك معاك العالمين امين، الف مرحبا. فاطمه تحياتي ومودتي، انا ساكن في الحاجب خويا حسن، مرحبا بنا عندك، نجيو نديرو شي كاس ديال اتاي، يعني ربما غادي نحبسو في مدينه الحاجب ناخذو شويه ديال المسمن ياك بدريس ان شاء الله. تحياتي خويا سكاي مصطفى، تحياتي الاخ سيمو حسن، تحياتي ليك خويا العزيز، طريق سلامه خويا، شكرا خويا حسين. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر للغايه منه اننا نسافروا بكم عبر هذا المباشر هذا، نوريكم مدينه الحاجب. انتم اللي عمركم ما جيتوا لمدينه الحاجب او انتم اللي توحشتوا مدينه الحاجب، فكنوريكم دائما المدن المغربية، تقريبا جميع الزملاء بجميع المدن المغربية، وهذا الغاية من هذا المباشر. تحياتي لك خويا من سيدي بوزيد شيشاوة، تحياتي لك أخي الكريم. إذا بالنسبة للأخ اللي كيقولنا شي دار الكرا، خويا حنا ما تنكريوش الديور، والله الله يلاقيك مع شي دار مزيانة إن شاء الله. اذا فاحنا غادي نتوقفوا واحد جوج دقائق هنا خويا عبدو، ما تخافش ما غاديينش الافران هنا غادي نمشي لواحد البلاصه زوينه، واحد القهوه هنا ما بين الحاجب وازرو، فخليكم معنا مشاهدي قناه شوف تي في بالصحه والراحه، المسمن عندهم الله يعطيهم الصحه. شكرا فاتي، تحياتي ومودتي لكم جميعا، هنا مدينه الحاجب بوابة الأطلس. ميد دوناسي مرحبا، فاطمة ألف مرحبا من أزرو، تحياتي لك أخت فاطمة، نجيو لأزرو إن شاء الله.
سلام من ايطاليا خويا الطيب، تحياتي ليك وتحياتي لمغاربة ايطاليا، مغاربة المهجر، قلوبنا معكم. يعني بزاف ديال مغاربة المهجر، مغاربة اوروبا خصوصا، كيراسلوني يوميا وتيقولوا لي بان يعني البي غالي بزاف ديال الباطو، فما غيقدروش يجيو هاد السنة. ان شاء الله خير في الايام القليلة القادمة. مغاربة المهجر قلوبنا معكم، سواء مغاربة اوروبا، مغاربة افريقيا، مغاربة اسيا، مغاربة كندا، امريكا، استراليا، اينما كنتم مغاربة المهجر فقلوبنا معكم. سيمو دوز العين دويبة خويا مصطفى، حنا دابا فتنا عين دويبة، حنا غنمشيو ان شاء الله الامجرار، يعني واحد العين زوينة بزاف وواحد المنظر جميل جدا، فخليكم معنا جميعا مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء. فاتي المكناسية وعليكم السلام، تحياتي ليك وتحياتي ساكنة مدينة مكناس عاصمة المولى إسماعيل، تحياتي لكم جميعا. طيب مرحبا أخي الكريم بوعزي، وعليكم السلام. شكرا لقد سافرت بنا رحلة جميلة، ونتمنى أن تدوم سلامتكم. أنا من وزان بصحتكم المسمن. شكرا خويا حسن، تحياتي ومودتي ومرحبا بكم جميعا. وصلها عين أمزرار، إن شاء الله غادي نوصلوا لعين أمزرار. بصحتكم خويا ياسير، تحياتي ومودتي. إذا صراحة مناظر جميلة جدا في هذه البلاصة هذه، يعني من الحاجب حتى الأطلس، يعني الحاجب بوابة الأطلس، يعني صراحة مناظر جميلة جدا. سكاي مصطفى خذ صور وصيفط لي. مرحبا خويا، شكرا خويا، تحياتي ليك. فاتي المكناسية تحياتي ومودتي، سفر ممتع. طاهر من كلمة الجزائر، تحياتي ليك خويا طاهر، لكل الجزائريين بجميع المدن وبجميع الدول عبر العالم. سليمان وعليكم السلام، جرانزا بالصحة والراحة. شكرا أخي الكريم، طريق سلامة خويا فاتي المكناسية، شكرا لكم جميعا. إذا فما بقناش بزاف ونوصلوا للبلاصة اللي حنا غادي لها. صراحة كاين واحد العين زوينة بزاف، والماء ديالها زوين بزاف، وكيجي بارد من عند الله، يعني بارد وبارد بزاف. لو عمرناه في القراعي وجبناه لكم غادي تقولوا الماء ديال الثلاجة، لكن هو من عند الله. سكاي مصطفى سلم لي خويا العلاوي بزاف، تلاقيت معاه البارح، انت مازال ما كتبش، تلاقاو نتلاقاو عما قريب ان شاء الله. السلام، انا من شاون. لن نعتذر على هذا الانقطاع، كان جانا واحد الاتصال. سلام صافا خويا ستو الفاس خويا، حنا في الحاجب وحنا شادين ديريكسيون ديال ازرو. اذا نخليكم معنا تمتعوا بالمناظر الجميله. طريق سلامه من بولمان، تحياتي ليك خويا حميد. فاتي المكناسيه ما شاء الله بالصحه خويا ابراهيم، تحياتي ومودتي. اذا رجال الامن الوطني مشكورين على المجهودات ديالهم ايضا، يعني فهم هنا 24 ساعه على 24 ساعه. الطريق هادي غير ديال شي دويسك بالشلحة وديك لا ها؟ غني لنا شوية. غني لنا شوية بالشلحة، غني. ها؟ أخويا من تاولات بالصحة والراحة، وأتمنى لكم الازدهار. شكرا خويا العزيز. يونس من تاونات تحياتي ليك أيضا. غني لنا شوية بالشلحة.
زعما هاد الجبال وهادي غير درت شي اغنيه باش نعاد اييه يا خويا قلنا شي حاجه باش نعاد ها شايا ما بعدا زمان كمانو عاد اساس يخدموا شنو هادي بالعربيه دابا يا ما بعدا خصو يهزو مزيت وي واحد الجبال يا سيد صحاب كاين شي حلول من الزاويه